فاهم انا في ايه. السلام عليكم. صباح الخير يا عم احمد. ايه فلوس الايجار في ايه؟ معلش يا عم احمد انت عارف الحال نايم، استنى عليا بس 10 ايام. لا 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 كده كتير، كده كتير يا استاذه والله، كل شويه استنى عليك 10 ايام. معلش يا عم. لا كل شهر على هذا الموضوع. معلش يا عم احمد عشان يا بابا ما تبقاش طيب معاها وريها العين الحمراء. مش كل مره تقول لنا استنوا عليا شهر، استنوا عليا 10 ايام، مش كل مره هنفضلوا نستنوا كده. يا بنت اهدى يا بنت بدل ما تفرقعي يا بنت ولا حاجه. ايه اعمل ايه يعني؟ وريها العين الحمراء. بص انا جايبه العربيه دي معايا يابا عشان عامله حسابي. والله والله هنعملوا ايه بالعربيه دي يا بنت؟ وسع كده يابا. بتعملي ايه يا عم احمد؟ عيب كده يا عم احمد. بتعمل ايه بنت يا مكه؟ بتعملي ايه؟ وسع كده يا بنت، الحاجه هتقع حرام عليكي. بتعملي ايه يا بنت يا مكه؟ يا بنت يا عم احمد حرام عليكي. انت ساكت كده هقول لك بعدين. بنت يا مكه بتعملي ايه كده كتير يا بنت؟ استني طيب عشان ناخد حاجات ياما. يا عم احمد احنا اهل بلد واحد، عيب تعمل معايا كده يا عم احمد. بس يا استاذه بس بنت مكه ما تقولش حاجه غلط. استني يا بنت يا مكه يا بنت. انا مش فاهمه انتوا بتعملوا ايه، حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. هتشوفي بنعمله ايه. استني يا مكه استني عشان نرص ورص صح يا مكه. يا عم احمد حرام عليكم النبي بقى، يا عم احمد حرام عليك اللي انت بتعمله ده. ايه يا استاذه ايه؟ وانا كل شهر استناك ولا ايه؟ بس كده يا مكه كده كده. خدي كمان دي. اه انت اخدت البضاعه دي ليه بس؟ بصي يا استاذه. نعم. البضاعه ديت عندي احطها في المخزن، هتجيب الالف جنيه تمن الايجار هديك البضاعه بتاعتك معززه مكرمه ولا تقل اي حاجه. يا عم احمد انت اخد بضاعه ب 2000 جنيه وانت عايز مني 1000 جنيه بس؟ دول ب 2000 جنيه؟ ايوه. طب ما انا عارفه ليه؟ ليه؟ عشان تستعجلي نفسك وتجيبي الايجار بسرعه. انت عارف ظروفي يا عم احمد، اقف جنبي معلش عشان خاطر. يا بت يا مكه احنا اكلنا من الظروف لما زهقنا. يلا يا بت يان كملي فلوسك وتعالي. نعمل ايه بس دلوقتي؟ انا لوحدي اعمل ايه بس؟ ناخدوا نص البضاعه. تيك تيك تيك. ايه عندك طماطم؟ عندي. امال عندك ايه؟ عندي خضار وشيبسي. هاتي شيبسي يا ماما. يا حبيبتي. ايه يا امنيه يا حبيبتي؟ كنت عايزه اطمنك طلب. اطلبي يا حبيبتي. ينفع اروح العب مع اصحابي؟ عايزه تلعبي مع اصحابك؟ اه العبي يا ستي مع اصحابك بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ما تطلعيش من باب الفيلا يا امنيه، تلعبي في جنينه بس. حاضر يا ماما. اللي انت عايزاه يا ندى يا حبيبه قلبي. ندى ماما. دي حياه ما قالتهاش. انا هقولها لك يا ماما. مش حلوه مني؟ حلوه مني. خلاص بقى يا ماما بس نروح العب مع اصحابي. مش قدام حد، اجري. ماشي. مين؟ انا. انت مين؟ انا عايزة ايه؟ غلط غلط تاني. يلا صالح. غلط تاني. فيروز. غلط تاني. صالح. فيروز. يا هاني ازيك يا امنية؟ الحمد لله. ايه ده ايه كل ابو خلاويص؟ ماشي يا امنية بس مين اللي فيها؟ انت يا صالح عشان انت الولد. انا؟ أيوة. اه ماشي يا امنيه. يلا يا صالح قول خلاويص. ماشي. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 نط عليك الحرميه اكل الفول والطعميه. خلاص خلاويص. خلاص بك معايا. بس بنت يا مكه. نعم يا ابا. نزل البضاعه دي المخزن. يلا حاضر. بقولك ايه يا ايه يا مكه؟ ما تيجي تجيبوا نقله كمان. نقله كمان ايه يا بت؟ احنا عايزين منها 1000 جنيه ودولت بضاعه ب 2000 جنيه. يا بابا. ايه يا بت؟ انت طيب كده ليه يا بابا؟ انا طيب يا بت. ايوه طيب. بطل الطيبه اللي فيك دي، هي عايزه العين الحمراء يا بابا. يا بت ما احنا خدنا اكتر من حقنا اهو، نعملوا ايه تاني يعني؟ بص اروح امدها. انا هقولك على حاجه. ايه؟ كمان ساعه هتجيب لك الفلوس. عارف هتقولك ايه؟ اصل انا استلفتهم، اصل انا بعت ذهبي، وانت عارف يا بابا الحوارات ديت يا بابا، دي معاها فلوس قد كده، على قلبها فلوس قد كده. خلاص يا بت اهدي بدل ما تطقلك عرق ولا حاجه. اهدي انت بتعصبي جامد قوي. عارفه يا بت يا مكه
انت اكتر حاجة عملتها صح في حياتي اللي انت سوسة زي امك. بنت يا مكه؟ نعم. هو انا طيب بجد؟ امي قالت لي ان انت طيب. يبقى طيب. ساعديني يا بنت. انزلي تحت يلا. خدي المخزن يلا عايزين نملوا المخزن ده. رسوهم يا بنت دي بتاعت ناس. بطل انت بقى اللي فيك دي يابا. حاضر يا مكه حاضر مش هبقى طيب تاني. بت يا مكة بت. نعم ياب. روحي لأمك بقى ولها تعمل لها لقمة هنية كده قبل ما امدد هنا شوية. حاضر. يلا بت سوسة زي امها بالظبط. ما تبقاش طيب ياب. يلا بينا. أمنية. ايه يا فيروز؟ صلاح هيشوفني هنا؟ لا يا فيروز. مسكتك يا فيروز. يا يا صالح. يلا يا فيروز كده بقى هند وامنية وبقى يلا نمسكوه. يلا امنية انا هتخبى هنا. ماشي يا ما. يلا يا هند. يلا يا امنية. شفت حد يا فيروز؟ ايه يا صالح؟ مها كده بس يا فيروز. ماشي يا فيروز. كده بقى امنية وهند يلا نمسكوه. يلا انا طيب انا طيب. هند. نعم يا امنية. تعالي نستخبوا في اوضة عم احمد البواب وكده مفيش حد هيمسكنا. عندك حق يا امنية. يلا بسرعة. انا طيب انا طيب. هما راحوا فين؟ مش عارفة يا صالح. انا طيب انا طيب. ايه ده يا هند؟ ايه كل حاجه حلوه دي؟ حاجه حلوه كتير قوي. الله ده احنا لقينا هند يا هند. هند. نعم يا امنيه. تعالي نادي اصحابنا عشان احنا كلنا ناخد الكنز ده وناكله فيه كله. انا مبسوطه قوي يا هند. كل ده لوحدنا. عشان كده بقى عم احمد كان بيقفل الاوضه دي ما كانش بيرضى حد يدخلها. انا فاهم. عشان ما ناخدوش الحاجه الحلوه. ايوه. خدي انا خدي واحده وانا واحده ويلا ننادي اصحابنا. انا طيب طيب. يلا يا امنيه بسرعه. يلا يا انت بسرعه. انا طيب. طيب. هما اتأخروا كده ليه؟ مش عارفة يا صالح. اكيد يستخبوا برا الفيلا. خلاص نقعد نستناهم بقى. اهم جايين اهم. يا صالح. يعني يا امنية احنا بنلعبوا معاك وانت تسيبينا وتروحي تشتري حاجة حلوة يا امنية. لا هند. انا ما اشتريتش حاجة حلوة. اما انا وهند لقينا كنز كبير قوي. كنز؟ فين الكنز ده يا امنية؟ في اوضة عم احمد البواب. هو الكنز الكرتونتين دول بس؟ لا ده في حاجه حلوه كتير قوي قوي. هاي بجد يا امنيه؟ بجد. انا هسيب الكرتونتين دول عشان كل واحد ياخد له كراتين هو عايزها من حاجه حلوه. عشان كده بقى كان بيقفل الاوضه ومش راضي مش راضي اللي احنا نشوفوها. ايوه يا صالح. يلا بسرعه قبل ما يصحى. يلا يلا, يلا, يلا. طيب. صحي ده ولا ايه؟ يلا مين هينزل؟ انا يا امنيه. خليكم انتوا. ايوه يلا بسرعه مش حد يعمل صوت. بالراحه. طيب. ده صحي ولا ايه؟ يلا يا هند. انا همشي بقى. ماشي ماشي. وانا كمان. طيب
عليكم نجيبهم كلهم ونعملوا مع بعض غديوة. ماشي يا أمنية. نبدأوا بالمه. يلا يا مه. هنا يا مه مع دول. خش جوه شوية يا مه. مه اقف في النص وكبيه. يلا يا مه. احنا كده خلص. يلا يا خدي. ماشي. يلا يا فيروز. طب يا روز. انا اكلوا ماما 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 انا اكلوا ماما. فيروز 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 فيروز. وكان مخبى علينا الكنز ده كله. ايوه يلا بينا. يلا كمل. امي حضرت الغداء يا طيب. مين اللي طيب ده يا بنت؟ انت بنت مكة يا بنت. افندم اوعى قدام الناس تقولي لي يا طيب ولا تطلع عليا شهرة في المنطقة ولا حاجة. هقول لك يا طيب. بنت مكة هجيب لك عجلة اللي انت بتحبيها لما نشوف. تمام. اول ما اخد فلوس الايجار هجيب لك اللي انت عايزاه. خلاص ماشي. والله العظيم لا تدلعك يا بنت يا مكة يا بنت. كفاية دماغك اللي شبه الالماس اللي عجباني دي. امك عامله لنا اكل ايه يا بنت؟ عامله لنا. السلام عليكم يا عم احمد. ايه اتفضل فلوس الايجار اهي 1000 جنيه. حول ولا قوه. جبتيهم منين دول؟ انا بعت الخاتم اللي كان حيلتي يا عم احمد. مش قلت لك هتقول لك بعت الذهب وجبت لك الفلوس؟ اصل انا عارفه يابا. بنت يا مكه يا بنت هو انت دماغك دي ايه؟ انت بتفكري ازاي يا بنت؟ هو انت صغيره كده ولا انت كبير؟ الاثنين يا عم احمد. إيه؟ لو سمحت انا عايزه البضاعه المحل عندي فاضي وما ينفعش كده. خلاص تمام. بنت يا مكه يا بنت. نعم يا ادي البضاعه يا بنت. حاضر. اجي اشيل معاكي يابا. ايه يا بنت يا مكه يا بنت يا طيب. مش لاقي البضاعة. بتقولي ايه يا بنت؟ بتقولي ايه؟ مش لاقي البضاعة يا كيف يعني؟ مش عارفة. مش انا وانت حطينا بايدينا الاتنين دول تحت؟ ايوه. انا نمت عيلت ساعة واحدة بس. انا عايزة البضاعة بتاعتي دلوقتي زي ما خدت فلوسك تجيب لي البضاعة بتاعتي. استني بس هبص لك عليها بس. ماشي اتفضل.
بنت يا مكة يا بنت. نعم يا بابا. البضاعة راحت فين؟ مش عارفة. لا الشغل ده مش عليا، انت طمعت في البضاعة وخبيتها صح ولا رحت بعتها؟ يا حاجة انت ولا يا استاذ انت، الاوضة دي هتبان عليها مسكونة. لا لا الكلام ده، انت عارفة انا قبل كده ام البنت دي كانت بعتلي طبق بامية كده حطيته هنا ما لقيتوش. انا ما يكونش معايا الكلام ده، انا عايزة بتاعتي دلوقتي. بتاعتك؟ ايوه ماليش دعوة، عايزة البضاعة بتاعتي دلوقتي. اجيبها من ايه؟ ما يخصنيش. وهقول لك على حاجه بقى نسيت اقول لك عليها، لما رجعت البضاعه، البضاعه طلعت ب 5000 جنيه مش ب 2000. باه 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 باه. ايوه ب 5000 جنيه. ايوه يعني ال 1000 جنيه ده اول 1000 من 5000، والاربعه الباقيين اربع شهور مش هتاخد مني ايجار. مش هتاخد مني ايجار، فاهم ولا مش فاهم؟ وبنتك دي ما تجيش عند المحل خالص، وطول ما انت ماشي وراها هتخسر وهتفضل تخسر. خليك طيب زي زمان يا عم احمد، عيب عليك اللي انت بتعمله. طيب. انا بقولك احنا اهل بلد واحده، عيب كده تعمل معايا كده وانا بنت لوحدي؟ ما ينفعش. يعني كده اربع شهور؟ اربع شهور مش هتاخد مني ايجار. حقك. وانت بنتك ما اشوفكش عندي الاربع شهور دول. يا اما هجيب لك البضاعه بتاعتك. البضاعه بتاعتك شوف انت بقى طمعت فيها. هلفلك عليها الدنيا. طيب طمعت فيها بقى، بعتها ما يخصنيش، لكن تقول لي الاوضه مسكونه مش مسكونه، الشغل ده ما ياكلش معايا. قولي لي انت طيب. طيب. قولي لي. كان زمان. قولي لي انت طيب. كان زمان. قولي لي. انا رايحه المحل بتاعي. قولي لي انت طيب. واجيب بضاعه جديده. قولي لي انت طيب. طيب. يا طيب القلب وينك يا طيب القلب وينك بنت يا مكة. خليكي ورا ابوكي. مع السلامة يا عم احمد. بنت يا مكة يا سهون عادي نبي، انا من ساعة ما شفتك وقلت دماغك دي زبالة، دماغك دي مش دماغ بني ادمين يا بنت. ما انا كنت طيب وعايش، دلوقتي دبستيني في 4000 جنيه. هي كانت شوية وهتجيب ال 1000 جنيه يا بنت. انت يا بنت يا انت طيب وخليك طيب وتروح تقول لها عايز الايجار. بس لك استنى عليا 10 ايام. اسمعك. استنى عليا اسبوع. صوتك ما اسمعهوش. تاخدي بعدك انت وامك وتلم هدومك وعلى البلد عدل. يلا حاضر. فز من قدامي يا بنت. يا طيب القلب وينك، يا طيب القلب وينك، يا طيب القلب وينك.